أيها الإخوة المؤمنون، نواصل الحديث عن هدايات سورة الفاتحة، تلك السورة العظيمة التي هي أعظم سور القرآن وأجلها على الإطلاق، وهي سورة مليئة بالعظات البالغة والدروس النافعة والحكم المؤثرة التي يحتاج إليها العبد وتمس إليها حاجته في أوقاته كلها، لأن فيها صلاح دينه ودنياه وسعادته في الدنيا والآخرة وتمام نعمة الله تبارك وتعالى عليه. ولهذا كان حريا بكل مؤمن أن يزداد اهتماما وعناية بهذه السورة من حيث قراءتها وتدبر آياتها وتحقيق غاياتها ومقاصدها. فمن دروس هذه السورة ومن هداياتها المباركة تقرير الإيمان باليوم الآخر، تقرير الإيمان باليوم الآخر، ذلك اليوم العظيم الذي يقف الناس فيه بين يدي رب العالمين جل وعلا ليجازي عز وجل الناس على ما قدموا من أعمال في هذه الحياة، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فسورة الفاتحة تقرر الإيمان باليوم الآخر وترسخ هذه العقيدة في قلوب المؤمنين من خلال تكرارهم لهذه السورة وإعادتها مرات وكرات في لياليهم وأيامهم، مما يرسخ في القلوب ويمكن في النفوس الإيمان باليوم الآخر، يوم الدين، يوم الجزاء والحساب والعقاب والوقوف بين يدي الرب تبارك وتعالى. ففي هذه السورة يقول جل وعز عن نفسه: مالك يوم الدين، مالك يوم الدين. فهو جل وعلا مالك يوم الدين، ويوم الدين هو يوم الحساب والعقاب. سمي بهذا الاسم لأن الناس يدانون فيه بأعمالهم ويجزون فيه على ما قدموا في هذه الحياة، والله جل وعلا هو الديان. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن الله عز وجل يقول يوم القيامة عندما يحشر الناس: يقول أنا الملك، أنا الديان. فالديان هو الله، أي المجازي والمحاسب، مجازي الناس على أعمالهم وعلى ما قدموه في هذه الحياة. فالسورة
قررت هذا الأصل العظيم في قوله تبارك وتعالى مالك يوم الدين، كما أنها تضمنت هذا المعنى في مواضع منها، فإن من تمام حمد الله جل وعلا الذي صدرت به هذه السورة أن يبعث العباد ويجازيهم ويثيب مطيعهم أعظم الثواب وأفضل الجزاء، ولهذا أهل الجنة إذا من الله عليهم يوم القيامة بدخولها يستهلون دخولها بحمد الله، الحمد لله الذي هدانا لهذا، يقولون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فمن عليهم في حياتهم الدنيا بطاعة الله وهداهم للإيمان، ومن عليهم يوم القيامة بدخول جنته ونيل رضاه وتحصيل ثوابه جل وعلا الذي أعده لأهل الإيمان ولعباده المتقين. فإذا دخلوا قالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا، الذي هدانا لهذا أي لولا هدايته تبارك وتعالى لنا لما تحقق لنا هذا النعيم، ولما نلنا هذا الإنعام وهذا الفضل وهذا الإكرام، فهو محض فضل الله ومنته جل وعلا، وهو المان عز وجل على من شاء من عباده عز وجل. كما أن قوله في السورة رب العالمين فيه تقرير لهذا الأصل العظيم، لأن رب العالمين هو المتصرف في هذا الكون المدبر له جل وعلا، ومن جملة تدبيره لهذا الكون وتصرفه فيه سبحانه أنه أعد لمن أطاعه عظيم الثواب وجميل المآب، وأعد لمن عصاه عقابه الشديد، ولهذا أعقب ذلك بقوله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. فمطيع الله جل وعلا نائل رحمة الله وثوابه، و العاصي نائل سخط الله تبارك وتعالى وعقابه. والناس قسمان، مطيع وعاصي، الناس فريقان، فريق في الجنة وفريق في السعير، والله جل وعلا رحمن رحيم مالك ليوم الدين. ومن رحمته جل وعلا شرح صدور عباده المؤمنين وهدايتهم للإيمان وإنعامه عليهم بأعظم النعم وأتمها وأكملها. وكذلك من دلالات السورة على هذا الأصل قوله تبارك وتعالى في بيان حال أهل الإيمان إياك نعبد وإياك نستعين. من يتأمل هذه الآية العظيمة إياك نعبد ويتأمل في هذا الموضع حكمة الله البالغة جل وعلا، أيمكن أن يسوي جل وعلا بين من شأنه في هذه الدنيا إياك نعبد وإياك نستعين وبين من شأنه إما التكذيب أو التولي عن طاعة رب العالمين؟ هل يسوى بين هؤلاء، بين من هو في هذه الحياة
مخلص لله، عابد له، مفرد له بالطاعة، مقبل على عبادته وحده سبحانه وتعالى دون سواه، أيسوى بينه وبين من هو مكذب أو متولي عن طاعة الله تبارك وتعالى؟ هيهات ثم هيهات. ولهذا لما ذكر تبارك وتعالى النار في القرآن الكريم قال لا يصلاها إلا الأشقى، لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، كذب الخبر وتولى عن الأمر فلا يصدق الأخبار التي جاءت بها الرسل ولا يمتثل الأوامر التي جاءوا بها، فهذا لا يسوى مع أهل الإيمان وأهل العبادة وأهل الطاعة وأهل الاستعانة بالله تبارك وتعالى. وكذلك القسمة الثلاثية لحال الناس والتي ختمت بها السورة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فذكر جل وعلا أن أقسام الناس ثلاثة: قسم منعم عليهم وهم أهل الإيمان وأهل صراط الله المستقيم المفضي بأهله إلى نيل رضا الله تبارك وتعالى ودخول جنات النعيم، وقسم مغضوب عليهم أي غضب الله تبارك وتعالى عليهم، وقسم ضالون منحرفون عن الصراط السوي والجادة المستقيمة. فالناس ثلاثة أقسام: قسم منعم عليهم، وقسم مغضوب عليهم، وقسم ضالون. هؤلاء هل يجمعون يوم القيامة في دار واحدة ويكون لهم مكان واحد ويسوى بينهم؟ حاشا والله، بل إن المنعم عليهم لهم جنات الله ونعيمه وثوابه، والمغضوب عليهم والضالون لهم نار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. ولهذا فرق بين الفريقين، فريق الجنة وفريق السعير. إذن المؤمن إذا كان متدبرا لهذه السورة العظيمة لا يزال كل يوم مستحضرا للإيمان باليوم الآخر، ومستحضرا ليوم الدين، يوم الجزاء ويوم الحساب ويوم الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى، ومستشعرا أنه إذا حافظ على الطاعة وواظب على العبادة فإنه سيلقى ثواب الله تبارك وتعالى ورضاه، وأنه إذا خرج عن صراط الله المستقيم وانحرف عن الجادة السوية فإنه سيلقى عقاب الله تبارك وتعالى. وليس الأمر بالأماني، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به، والله تبارك وتعالى عدل ولا يظلم ربك أحدا. فالمؤمن لا يزال وهو يقرأ هذه السورة يتذكر يوم الدين ويوم الجزاء والحساب. وهذا اليوم العظيم يوم الدين الذي جاء ذكره في سورة الفاتحة له أسماء كثيرة جاءت في القرآن الكريم، وتعدد الأسماء يدل على تنوع الصفات، فيوم الدين له أسماء كثيرة لأن له
أوصافا عديدة، ولهذا جاء من أسمائه في القرآن يوم التغابن والصاخة والقارعة والطامة والغاشية واليوم الآخر والساعة، أسماء كثيرة جاءت لهذا اليوم بحسب الأوصاف التي تتعلق به. ومن جملة هذه الأسماء هذا الاسم الذي ذكر في سورة الفاتحة، يوم الدين، أي يوم الجزاء والحساب. ولا بد أن يكون إيمان المؤمن بيوم الدين ويوم الجزاء والحساب لا بد أن يكون إيمانا جازما، أي لا شك فيه ولا ريب. ومن شك في يوم الدين كفر، من شك في يوم الدين كفر، فلا بد من الإيمان بيوم الدين دون شك أو ريب. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي أيقنوا ولم يشكوا، فلا بد من إيمان جازم وتصديق وثقة واعتقاد بأن هناك يوم دين، يوم جزاء وحساب، يوم وقوف بين يدي الله تبارك وتعالى. والمؤمن كلما مضى في هذه الحياة وخطى فيها خطوات فإن كل خطوة يخطوها تدنيه من اليوم الآخر وتبعده من الدنيا، كما قال من قال: والمرء يفرح بالأيام يطلبها وكل يوم مضى يدني من الأجل. يدني من الأجل، أي من لقاء الله والوقوف بين يديه. وكل يوم مضى يدني من الأجل. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن الدنيا ارتحلت مدبرة، والآخرة ارتحلت مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. ولاحظ قوله غدا حساب ولا عمل، لأن غدا هو يوم الدين، أي يوم الحساب، لا مجال للأعمال في يوم الدين، وإنما مجال الأعمال ووقتها هو هذه الحياة. فرصة الإنسان للعمل هي هذه الحياة، أما يوم القيامة لا مجال للعمل. ولاحظ مدة إقامتك في هذه الحياة مقارنا ذلك بمدة أو أوقات يوم القيامة. أنت كم تعيش في هذه الحياة؟ يقول عليه الصلاة والسلام: أعمار أمتي ما بين 60 و70، وكثير من الناس قد لا يبلغ 60، بل كثير من الناس قد ينتهي أجله في شبابه، ومنهم من يتجاوز 60 أو يتجاوز 70، لكن في الجملة أعمار الأمة بين الستين والسبعين. هذه مدة الإقامة في هذه الحياة الدنيا، 15 سنة منها هذه قبل التكليف، وأيضا تحذف منها ثلثها كاملا، هذا نوم. إذا كان عمرك 60 سنة فأنت نائم في حياتك 20 سنة، لأنك تنام في كل يوم وليلة 8 ساعات تقريبا، وهذا النوم المعتدل. فإذا كنت تنام 8 ساعات
فإن عمرك إذا كان 60 سنة ف20 سنة في نوم ذهبت من هذا العمر، ولكنك لا تشعر بهذا النوم الذي مضى في عمرك لأنه مفرق في الأيام. وإلا من عمره 60 سنة أو 70 سنة نام 20 سنة، نام 20 سنة، وهذه المدة التي نامها مرفوع عنه فيها التكليف، مرفوع عنه فيها التكليف. فما الذي صفى لك من حياتك؟ إذا أخذت منها 15 سنة قبل التكليف و20 سنة أو تزيد أو تنقص نائم، يصفي لك 30 أو 35 سنة. لكن إذا وقف الناس يوم القيامة في عرصات يوم القيامة قبل بدء الحساب، عندما تدنو الشمس من الخلائق وتكون منهم قد رميل، ويعرق الناس ويتفاوتون في العرق، كم يقفون في ذلك الموقف في يوم كان مقداره 50,000 سنة؟ يوم كان مقداره 50,000 سنة، ما المقارنة بين مدة بقاء الإنسان في هذه الحياة وبين 50,000 سنة يقفها على أرض لا بناء فيها ولا شجر ولا زرع ولا غير ذلك، والشمس دنت من الخلائق ويعرقون ويتفاوتون في العرق، وطائفة وطائفة منهم أظلهم الله في ظله في ذلك اليوم، يوم لا ظل إلا ظله. ثم بعد ذلك يجيء الرب تبارك وتعالى للفصل بين العباد والقضاء بينهم، لأنهم إذا طالت مدة قيامهم ووقوفهم حفاة عراة غرلا بهما يذهبون إلى الأنبياء ويطلبون منهم الشفاعة عند الله في أن يبدأ بالحساب، فيأتون إلى آدم فيعتذر، ويأتون إلى نوح فيعتذر، ويأتون إلى إبراهيم فيعتذر، ويأتون إلى موسى فيعتذر، ويأتون إلى عيسى فيعتذر، وكل واحد منهم يحيلهم إلى الآخر، ويحيلهم عيسى عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيذهب عليه الصلاة والسلام ويخر لله ساجدا تحت العرش ويحمد الله بمحامد يعلمه الله إياها، ثم يقول الله: ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. وهذا هو المقام المحمود الذي قال الله تبارك وتعالى في القرآن: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا يغبطه عليه الأولون والآخرون ويغبطه عليه النبيون والمرسلون، فيشفع للناس عند الله في أن يبدأ حسابهم، وحينئذ يجيء الرب كما قال الله في القرآن: وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. يدرك حينئذ أن الحياة الحقيقية هي تلك الحياة الآخرة، أما هذه الحياة فهي حياة فانية. قال: وجاء ربك والملك صفا صفا، أي الملك صفوف من وراء صفوف محيطة بالخلائق، محيطة بالخلائق، ويجيء الرب جل وعلا لفصل القضاء، وهذا من كمال عدله سبحانه وتعالى. وجيء يومئذ بجهنم، أي أن جهنم يؤتى بها تجر إلى أرض المحشر. وقد ثبت في صحيح مسلم أن
النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بجهنم يومئذ أي يوم القيامة ولها 70,000 زمام ومع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. يؤتى بها تجرها الملائكة، والملائكة الذين كلفوا بجر جهنم إلى أرض المحشر يومئذ عددهم 70,000 في 70,000، لأن جهنم لها 70,000 زمام ومع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. تأتي ولها تغيض وزفير، تغيض على أهلها وتزفر وممتلئة غيظا على أهلها. نسأل الله جل وعلا أن ينجينا وإياكم من النار. ثم ينصب صراط على متن هذه النار، وقد جاء في بعض الأحاديث أنه أدق من الشعر، ويؤمر الخلائق بالمرور عليه فيمرون مرورا متفاوتا على قدر أعمالهم، على قدر أعمالهم. يقول عليه الصلاة والسلام: فمنهم من يمر كالبرق من فوق الصراط، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاويد الإبل، كأجاويد الخيل، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يمر جريا، ومنهم من يمر مشيا، ومنهم من يمر زحفا، ومنهم من والعياذ بالله يكردس في نار جهنم. وأما الكافر فإنه يحشر يوم القيامة على رأسه، ويؤتى به يمشي على رأسه، يمشي على رأسه إلى أن يدخل النار على أم رأسه. قال العلماء: لأنه في هذه الدنيا نكس الإيمان ونكس الدين، فيجازى من جنس عمله، يؤتى به منكسا، يحشرون على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم. وقد جاء في حديث صحيح أن بعض الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله، كيف يحشر الكافر على وجهه؟ كيف يمشي على وجهه؟ يعني كيف يستطيع إنسان يمشي على وجهه؟ سؤال استفهام وليس سؤال اعتراض. قالوا: كيف يمشي على وجهه؟ قال صلى الله عليه وسلم: أليس الذي جعله يمشي على قدميه في الدنيا قادر على أن يجعله يمشي على وجهه يوم القيامة؟ بلى وعزتي ربنا، الله تبارك وتعالى قادر على كل شيء. ولهذا يؤتى بالكافر يمشي على وجهه إلى أن يقع في نار جهنم ويبقى فيها أبد الآباد. ثم الناس من حيث دخول النار أو النجاة منها ودخول الجنة ينقسمون إلى 3 أقسام. قسم يدخلون النار ويخلدون فيها ويبقون فيها أبد الآباد، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، وهذه العقوبة هي لكل كافر ومشرك وملحد، حكم هؤلاء دخول النار والخلود فيها أبد الآباد، كما قال الله تبارك وتعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا
ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها أي في النار: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. والقسم الثاني يدخل الجنة دخولا أوليا أي بدون حساب ولا عقاب، يدخل الجنة مباشرة ولا يناله شيء من العذاب، وهؤلاء هم المقتصدون والسابقون بالخيرات، لأن الله تبارك وتعالى قال في القرآن: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها. جنات عدن يدخلونها أي الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات، لكن المقتصد والسابق بالخيرات يدخلون جنات عدن بدون حساب ولا عقاب دخولا أوليا، والمقتصد هو الذي فعل الواجب وترك المحرم، والسابق بالخيرات هو الذي زاد بفعل المستحبات والبعد عن المكروهات والمنافسة في فعل الخيرات، فهؤلاء يدخلون دخولا أوليا. أما الظالم لنفسه فهو القسم الثالث من هذه الأقسام، وهو عرضة للعقاب والحساب، وإذا عذبه الله تبارك وتعالى في نار جهنم يوم القيامة فإنه عز وجل لا يخلده فيها، لأنه لا يخلد في النار إلا الكافر المشرك. أما أصحاب الكبائر إذا دخلوا النار يوم القيامة بذنوبهم وكبائرهم التي هي دون الكفر بالله تبارك وتعالى فإنهم يبقون فيها ليطهروا ويمحصوا ويكونون بعد ذلك مؤهلين لدخول الجنة. والجنة دار الطيب المحض أي الطيب الخالص، وهي للطيبين، ولهذا تقول الملائكة: طيبتم فادخلوها خالدين، فهي دار الطيب المحض. فإذا كان العبد عنده طيب وفيه خبث، إذا كان عنده طيب وفيه خبث فإن الخبث الذي فيه يطهر منه أولا ويمحص وينقى، ثم بعد ذلك يكون دخوله الجنة بعد التنقية والتمحيص. ولهذا عصاة الموحدين دخولهم للنار دخول تمحيص وتطهير، والكفار دخولهم للنار دخول تعذيب وتخليد وتأبيد، يؤبدون ويخلدون في نار جهنم. فهذه أقسام الناس يوم القيامة: قسم يدخل النار ويخلد فيها، وقسم يدخل الجنة بدون حساب ولا عقاب، وقسم يدخل الجنة ولكن بعد أن يمحص وبعد أن يطهر وبعد أن ينقى من درن ذنوبه ومعاصيه وكبائره التي اقترفها في هذه الحياة. ثم إذا تكامل أهل الجنة دخولا الجنة وتكامل أهل النار دخولا النار، إذا تكاملوا دخولا جاء في الحديث الصحيح أنه يؤتى يوم القيامة بكبش أملح، يؤتى بكبش وينادى أهل الجنة: يا أهل الجنة، فيطلعون، وينادى أهل النار فيطلعون. أهل الجنة يستبشرون بمزيد نعيم ومزيد فضل، وأهل النار قد يؤملون نجاة وخروجا، فيؤتى بكبش
بين الجنة والنار يطلع عليه أهل الجنة وأهل النار ويقال لهم هذا الموت ويذبح، ويقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت، فيبقى أهل النار خالدين فيها أبد الآباد ويبقى أهل الجنة خالدين فيها أبد الآباد. والكتاب والسنة جاء فيهما التفصيل والبيان والإيضاح لما يكون في يوم الدين يوم الجزاء والحساب، جاء فيهما البيان الشافي والإيضاح الكافي لما يكون في ذلك اليوم العظيم من مجازات ومحاسبة ومعاقبة وانقسام الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. ولهذا كان من أصول الإيمان العظيمة وأسسه المتينة الإيمان باليوم الآخر، ومن لا يؤمن باليوم الآخر فهو كافر بالله، لا يقبل الله تبارك وتعالى منه صرفا ولا عدلا، هو جزء من الإيمان. ولهذا جاء ذكره في نصوص كثيرة مع أصول الإيمان، كقوله تبارك وتعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، هذه أصول للإيمان. وقال الله تبارك وتعالى في آخر سورة البقرة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فذكر هذه الأصول الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل والإيمان باليوم الآخر في قوله وإليك المصير أي المرجع والمآب. وقال الله تبارك وتعالى في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فالإيمان باليوم الآخر جزء أو أصل من أصول الإيمان، وأصول الإيمان هي قواعد للدين لا قيام للدين إلا عليها. ولهذا لما جاء جبريل في الحديث المشهور إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد أخبرني عن الإيمان، قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فعد صلوات الله وسلامه عليه الإيمان باليوم الآخر من جملة أصول الإيمان، فهو أصل عظيم وأساس متين لا بد من الإيمان به، ولا إيمان لمن لم يؤمن به، ولا إيمان لمن لم يؤمن به. والمؤمن وهو يقرأ كتاب الله عز وجل لا يزداد في هذا الأمر إلا رسوخ إيمان، لأن الآيات البينات والدلائل الواضحات على هذا اليوم وعلى الوقوف بين يدي الله والرجوع إليه كثيرة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا تجد يمر عليك في القرآن آيات كثيرة وأن إلى ربك الرجعة وإليك المصير إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، والآيات في هذا المعنى كثيرة تهديك وتدلك إلى رجوعك إلى الله وإيابك إليه ومصيرك إليه وانتهاؤك إليه وأنك ستقف بين يديه
وأنه سيحاسبك تبارك وتعالى. فلا يزال المؤمن بقراءته للقرآن يزداد رسوخا وإيمانا بهذا اليوم. ولهذا قال العلماء: الإيمان باليوم الآخر على درجتين، يعني إيمان الناس باليوم الآخر على درجتين. الدرجة الأولى وهي التي يفترض أن تكون موجودة في كل مسلم، ومن لم تكن موجودة فيه فهو كافر، ليس من أهل هذا الدين، وهي الإيمان الجازم. الإيمان الجازم أن يكون مصدقا ومؤمنا ومعتقدا بأن هناك يوم حساب ويوم عقاب ويوم وقوف بين يدي الله تبارك وتعالى، يجازي فيه عز وجل الناس بأعمالهم وبما قدموا في هذه الحياة. فهذا يقال عنها الإيمان الجازم. ومعنى الجازم أي الذي لا يخالطه شك ولا يداخله ريب. وقد مر معنا قول الله تبارك وتعالى: ثم لم يرتابوا، أي إيمان لا ريب فيه ولا شك فيه. وإذا وجد شك، إذا وجد شك في الإيمان باليوم الآخر أو بأي أصل من أصول الإيمان، انتفى الإيمان ولم يبقى مع وجود الشك. فإذا هذا قدر يفترض أن يكون موجودا في كل مسلم، الاعتقاد الجازم الذي لا شك فيه ولا ريب بأن هناك بعث وأن هناك جزاء وأن هناك حساب وأن هناك وقوفا بين يدي الله تبارك وتعالى. والدرجة الثانية للإيمان باليوم الآخر الإيمان الراسخ. الإيمان الراسخ، وهذه أعلى من الإيمان الجازم، يعني فوق الجزم بالإيمان رسوخ في الإيمان. ورسوخ الإيمان يعني استحضار العبد لهذا اليوم وشفقته واستحضاره للقاء الله تبارك وتعالى والوقوف بين يدي الله، وباله منشغل في الاستعداد والتهيؤ لهذا اليوم. ولهذا يحظى أهل هذا الرسوخ بمقام عظيم ومنزلة رفيعة عندما يلقون الله تبارك وتعالى. إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. من يأخذ كتابه بيمينه يوم القيامة ماذا يقول؟ فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه. ومعنى ظننت أي اعتقدت في حياتي الدنيا أني سألقى الحساب. هذا الاعتقاد في هذه الحياة الدنيا كم يثمر من الثمرات العاجلة في الدنيا والآجلة يوم القيامة. من يعتقد ويظن أنه سيحاسب ويتمكن هذا الإيمان من قلبه ويستحضر هذا الإيمان كم له من الأثر. ولهذا الاستحضار مهم. وقد ثبت في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا وضع جنبه على فراشه لينام قال عليه الصلاة والسلام: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. كلما أوى إلى فراشه صلى الله عليه وسلم يستحضر الحساب والبعث والقيام بين يدي الله: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. فالإيمان الراسخ يكون معه الاستحضار، الاستحضار للبعث، للجزاء، للحساب، للرجوع، للإياب إلى الله تبارك وتعالى، للارتحال من هذه الحياة الدنيا والانتقال منها، وأن العبد سيقف بين يدي الله جل وعلا يستحضر ذلك. فهذه درجة عالية. هذه الدرجة العالية وهي الرسوخ، رسوخ الإيمان باليوم الآخر، تأتي بماذا؟ بماذا تأتي؟ بقراءة القرآن وقراءة الحديث وتدبر الآيات والنصوص التي فيها بيان هذا الأمر.
أهل العلم صنفوا مصنفات كثيرة في الإيمان باليوم الآخر، بل بعض العلماء كتبوا مصنفات في النار، تجد كتاب اسمه النار أو كتاب اسمه الجنة أو أهوال يوم القيامة، أو مثلا في بعض التفاصيل التي يوم القيامة، الميزان، الصراط أو نحو ذلك. هذه الكتب ماذا أراد بها أهل العلم؟ ما أراد أهل العلم بتأليف أمثال هذه الكتب؟ هل أرادوا منها إيجاد، أو هل أرادوا منها الدلالة على الإيمان الجازم أو على الإيمان الراسخ؟ من يخاطب بهذه الكتب مسلمين يعرفون أن هناك جنة وأن هناك نار وأن هناك حساب وأن هناك عقاب، لكن هذه الكتب من أجل أن يقرأها المؤمن فيرسخ إيمانه ويقوى ويتمكن ويعرف التفاصيل التي ستكون في ذلك اليوم، فيزداد تعلقا وإقبالا برحمة الله وفضله ونعمته، ويزداد أيضا شفقة وخوفا من عقاب الله تبارك وتعالى ومقته وسخطه. فالإيمان الراسخ لا يأتي إلا بماذا؟ إلا بمثل هذه القراءة. ومما يعين بالتدبر مع التدبر على رسوخ الإيمان هذه السورة التي أمر الناس بقراءتها مرات وكرات. فإذا كنت تقرأ متدبرا كل يوم مرات وكرات مالك يوم الدين، فهذا يدعوك إلى ماذا؟ يدعوك إلى الاستحضار المتكرر والمستديم معك في أيامك ولياليك بأن هناك يوم دين، يوم جزاء، يوم حساب، يوم وقوف بين يدي الله تبارك وتعالى، يجازي فيه المسيء بما عمل ويجازي فيه المحسن بإحسانه. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فيأخذ الإنسان بالاستعداد ومحاسبة النفس قبل أن يحاسبه الله تبارك وتعالى في ذلك اليوم، كما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا. أنت زن نفسك في هذه الحياة الدنيا، وحاسبها في هذه الحياة الدنيا قبل أن توزن وتحاسب عندما تلقى الله جل وعلا، وعندما توضع الموازين القسط يوم القيامة. فإذا الإيمان باليوم الآخر على درجتين: درجة الإيمان الجازم، وهذه يفترض أن تكون موجودة في كل مسلم، ودرجة الإيمان الراسخ، أي الإيمان المتمكن الذي يعمر القلب، وهذا بإذن الله تبارك وتعالى يسوق إلى كل خير. لاحظ هنا أمرا تجده في نصوص كثيرة في القرآن والسنة، يذكر جل وعلا عملا صالحا يرضى أو أمرا ينهى عباده عنه، ويذكر قبل ذلك الإيمان بالله وباليوم الآخر. وهكذا أيضا يأتي في السنة أحاديث عديدة تذكر أوامر ونواهي مقرونة بالإيمان بالله واليوم الآخر، كقوله عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مع غير ذي محرم. أحاديث في هذا المعنى كثيرة يذكر فيها الإيمان بالله مقرونا بالإيمان باليوم الآخر. لماذا؟ لأن هنا في دعوة للاستحضار، دعوة لاستحضار الذهن، استحضار الذهن للإيمان بالله واستحضاره للإيمان باليوم الآخر. استحضار الإيمان بالله لأن الله هو المقصود بالعمل جل وعلا، واستحضار الإيمان باليوم الآخر لأنه يوم الجزاء على العمل. ولهذا ينبغي أن يكون هذا الاستحضار دائما،
إذا أراد الإنسان الطاعة يأتي بها إيمانا بالله واليوم الآخر، إذا كف عن المعصية يكف عنها إيمانا بالله وباليوم الآخر وخوفا من عقاب الله تبارك وتعالى. ولهذا لا يزال هذا الإيمان يهدي العبد إلى كل خير ويدله على كل فلاح وكل سعادة في الدنيا والآخرة. أما إذا غفل عن هذا الإيمان أو تغافل عنه بدأ الضعف يدخله ويخالطه وبدأ دينه يرق وبدأ إيمانه يضعف، فإذا الحاجة ماسة إلى تقوية القلب، إيمان القلب بالإيمان بالله وباليوم الآخر وببقية أصول الإيمان. قال الله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، أي لم يتمكن في قلوبكم. فأهل الإيمان في الإيمان درجات، ليسوا فيه على درجة واحدة. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يجلسون عند النبي صلى الله عليه وسلم ويعظهم ويذكرهم باليوم الآخر كأنهم يرون الجنة والنار رأي العين. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة فليقرأ إذا السماء انشقت وإذا السماء انفطرت وإذا الشمس كورت، ليقرأ هذه السور، لأنك إذا قرأتها بتدبر كأنك تنظر إلى اليوم الآخر وإلى أهواله. إذن الحاجة ماسة إلى ترسيخ الإيمان، مع وجود الإيمان أيضا يحتاج العبد إلى ترسيخ الإيمان باليوم الآخر ليقوى إيمانه ويزيد يقينه وتزيد ثقته بالله تبارك وتعالى وليستعد لهذا اليوم العظيم. ثم هنا أمر نختم به: اليوم الآخر في حق كل واحد منا متى يكون؟ متى يكون؟ قد يكون الواحد منا مستبعدا وقت مجيئه أو متوقعا تأخر مجيئه، لكن اليوم الآخر في حق كل واحد منا يكون بمفارقة روحه لجسده. ولهذا قال العلماء: من مات ماذا؟ قامت قيامته. من مات قامت قيامته، لأن بمجرد الموت انقطع العمل. إذا مات ابن آدم انقطع العمل، ليس له مجال أن يصلي، وليس له مجال أن يصوم، وليس له مجال أن يتصدق، وليس له مجال أن يزكي. أحد السلف حاسب نفسه يوما فقال لها: يا نفس إذا مت من يصلي عنك؟ من يحج عنك؟ من يصوم عنك؟ من كذا من كذا؟ إذا مات انتهى. ولهذا من مات قامت قيامته، والقبر أول مراحل الآخرة، وفي القبر نعيم أو عذاب، وإذا دخل الميت قبره بدأ إما النعيم أو العذاب. ولهذا قال العلماء في تعريف اليوم الآخر ما هو؟ قالوا: الإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بكل ما يكون بعد الموت. هذا هو الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بكل ما يكون بعد الموت بدءا من دخول الإنسان قبره. وقد ثبت في الحديث أنه إذا دخل قبره أتاه ملكان سود الوجوه زرق العيون، يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير، وسمي بهذين الاسمين لأنهما يأتيان في صورة منكرة غير معهودة لا تسر الناظرين، ويأتيانه وهو وحده في قبره، لا قريب يؤانسه ولا صديق يسليه وليس معه إلا عمله، صالحا كان العمل أو طالحا، فيأتيه ملكان فيقعدانه ويقولان له: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فالمؤمن يثبته الله بالقول الثابت، كما قال الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة،
ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فيثبت الله أهل الإيمان فيقول المؤمن ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه يسميها أهل العلم أصول ثلاثة. أصول ثلاثة: أول ما يدخل الميت قبره يسأل عنها، لا يسأل عن شيء آخر، وإنما يسأل عن هذه الأصول الثلاثة: من ربك، ما دينك، من نبيك. وهذا اختبار، واختبار يحتاج إلى استعداد وتهيؤ. فما هو تهيؤنا في هذه الأصول الثلاثة؟ ما هو تهيؤنا في هذه الأصول الثلاثة؟ وبالمناسبة هناك كتاب عظيم صغير الحجم ألف لكل مسلم ومسلمة بعنوان الأصول الثلاثة، بعنوان الأصول الثلاثة، لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. هذا الكتاب مهم لكل مسلم، وأنا أنصح كل واحد من الإخوة أن يقرأ هذا الكتاب، لأنه رحمه الله جمع فيه الأصول الثلاثة التي يسأل عنها الميت في قبره: من ربك، وما دينك، ومن نبيك. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. المؤمن يقول في قبره ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، يثبته الله فيقول هذا القول. وأما الظالم فإنه يقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيقال له: لا دريت ولا تليت. ثم يضرب بمرزبة من حديد يسمعها من سوى الثقلين، من سوى الإنس والجن. المؤمن ينعم في قبره، والكافر يعذب في قبره. الله تبارك وتعالى يقول عن فرعون وقومه: النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. آل فرعون صباح ومساء تعرض عليهم النار، يومنا هذا عرضت عليهم النار، ومساء هذا اليوم تعرض عليهم النار غدوا وعشية إلى يوم القيامة، ويوم القيامة يدخلون أشد العذاب. ففي القبر عذاب أو نعيم، في القبر عذاب أو نعيم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن عذاب القبر حق. وقال عليه الصلاة والسلام: تعوذوا بالله من عذاب القبر. وجعل التعوذ من عذاب القبر مما تختم به الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. تختم الصلاة بهذا، يتعوذ المسلم من عذاب القبر. الشاهد أن من مات قامت قيامته، وبدأ اليوم الآخر في حقه، ودخل في مراحل اليوم الآخر. ومتى يموت الإنسان ويفارق هذه الحياة؟ لا يدري، قد يكون بعد ساعة أو بعد ساعتين أو يوم أو يومين، لا يدري، لكل أجل كتاب. يقول تعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. ولهذا ينبغي على الإنسان أن يكون مستعدا متهيئا لهذا اليوم، مستحضرا للقاء الله تبارك وتعالى والوقوف بين يديه، وأنه مجزي وأنه محاسب. وليستحضر دائما أن ربه تبارك وتعالى مالك يوم الدين، وأنه سيجازيه ويحاسبه ويعاقبه على ما قدم في هذه الحياة. والوزن يوم القيامة بمثاقيل الذر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ونسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلح لنا شأننا كله، ولا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ونسأله تبارك وتعالى أن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر.
اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا يا رب العالمين.